طيب تعالوا نرجع للاحتفال في الأقصر، وطبعا احنا عارفين ان الاحتفال انتهى من وقت يعني قليل جدا، وانه الفنانين لسه كلهم موجودين والجميع لسه بنفس حالة البهجة. فخليني كده اسلم على المطربة هايدي موسى اللي يعني كانت تشدو بالشدو الجميل وترنيمة حتشبسوت، وقعدتنا لزمن حتشبسوت مع هايدي موسى. مساء الخير يا هايدي. اهلا، مساء الخير، ازي حضرتك؟ ازيك يا هايدي؟ كلميني عن احساسك، يعني انا شفتك وانت واقفه في جلاله للموقف، كلميني عن الاحساس. يعني طبعا هو فعلا شعور لا يوصف. انا كنت حاسه بفخر وهيبه، ويعني كنت لسه بتكلم انه وقفتي في المعبد وانا بغني، انا فضلت عايشه اللحظه حتى في البروفات لفتره، مش قادرة أخرج من الإحساس بالهيبة وبالفخر. طبعا حقيقي سعيدة جدا جدا بوقفتي وبالمشاركة النهاردة طبعا أمام سيادة الرئيس، ويعني مش بس طبعا يعني مصر، يعني كل العالم كان بيشوفنا النهاردة. فأنا طبعا يعني فعلا شعوري لا يوصف. شكرا. هايدي قولي لي، يعني خدتي بروفات قد إيه؟ عملتي بروفات قد إيه؟ طبعا احنا عملنا في الأقصر طبعا بروفات كتير جدا لفتره طويله، وكانت مكثفه لانه الوقت ما كانش كبير قوي، لان طبعا الحدث كان ضخم يعني. فبالنسبه لي انا تقريبا اخذنا التسجيلات مع التدريب على الوقفه والحركه في المسرح حوالي مثلا من اسبوعين لثلاثه كده تقريبا. بس هو التسجيل كان يعني اصعب حاجه، طبعا لان انا اول مره في حياتي اغني اوبرالي واغني لهجه غير العرب وتغني اللي هي اللغه القديمه يعني. بالظبط، المصريه القديمه اول مره. فده كان بالنسبه لي تحدي، وكان كمان طبعا الاول عايز اشكر المايسترو الكبير نادر العباسي لانه طبعا حط ثقته فيا، وانا حقيقي سعيده جدا جدا بده لانه اداني فرصه كبيره. النهارده انا قدرت اقف قدام العالم كله واغني واثبت نفسي الحمد لله. الاحساس يعني انا دايما بشوف احساسنا احنا واحنا بس كسائحين او مواطنين بندخل معبد الكرنك بيبقى فيه احساس كده مختلف ورائع، فما بالك بقى وانت بتغني لفتره يعني الاف السنين وبتغني يعني ترنيمه حتشبسوت، يعني هل حصل ان انت حسيتي وكان حتشبسوت تراقب المشهد؟ يعني حضرتك بتقولي الكلام اللي حصل لي. انا فعليا طول ما انا بغني وطول ما انا في البروفات وحتى بعد ما خلصت ورجعت القاهره، انا والله ماشيه في الشارع حاسه كان الحدث لسه جوايا وحاصل لي. ماشيه انا رافعه دقني وفارده ظهري طول الوقت، حاسه بهيبه مش طبيعيه في المكان. فعلا هيبه غريبه. يعني كنت حاسه باحساس كان فعلا حتشبسوت روحها حاضره معانا. اكيد سعيده جدا، وطبعا هي بتغني للملك امون طبعا، فطول الوقت انا حاسه بالقوه كانها مستمده وانها شايفاه حقيقي، او كانك بتغني حقيقي. للملك امون، انت يعني متجسده الاغنيه وكانك بتقدميها بالضبط للملك امون بالضبط. طبعا كمان. هي كمان كلمات الانشوده لما بتترجم يعني هي كلها للملك امون اللي هو ابوها يعني في طبعا الاصل، وكل الكلمات كلها شكر وثناء ان هو ادها القوه وادها الباور ان هي النهارده تقف وتحكم مصر، وادها الفخر ده يعني. فهي بتغني له طول الانشوده وبتشكره على حاجه زي دي. انا كمان كنت شايفه طول الوقت وانت بتغني انت في حاله اداء مش بس غنى، انت بتأدي وبتمشي وبترفعي راسك يعني كان في حاله كده يعني برضو وكأنك في نفس العصر. طب انا عايزه أنا اعرف الكلام حقيقة. اولا مش سهل، وانت قلتي الاول مره بتغني الكلام ده وبتغني اوبرالي، البروفا نفسها عشان انا اقعد اتدرب على كلام انا مش متعوده عليه، فانت ازاي تعاملتي معاه؟ يعني لازم تستوعبيه وتفهميه وبعدين تحسيه، يعني عملتيها ازاي؟ يعني انا طبعا عشان كده وجهت الشكر كتير جدا للمايسترو نادر، لان هو الحقيقه تعب معايا في القصه دي. ان هو قعدنا الاول مع بعض جبنا الكلمات لوحدها، قال لي هايدي بصي دي كلمات بتقول كذا ودي ترجمتها كذا، قال لي انت النهارده مش هايدي، انت هايدي خلاص، انت النهارده حتشبسوت. مين بقى حتشبسوت؟ انا بقى روحت البيت فتحت جوجل جبت تاريخ مصر كلها وحتشبسوت. انا النهارده أكيد. مش بتكلم على اي ملكه ولا على اي ست، طبعا بتكلم طبعا على ست النهارده تحدد كل الكهنه وتحدد كل الملوك والرجاله اللي في عصرها، وقالت لهم انا هحكم مصر،
انا النهارده عملت الدير البحري، انا النهارده عملت اسطول تجاري يتحدى العالم كله في عصرها. فانا بتكلم على ست كانت مش عايزه اقول ب 100 راجل، بس هي فعلا كانت في عصرها ب 100 راجل. وانت يعني حتى ماشيه انت ماشيه هايدي ورافعه راسك وكان حتشبسوت عاده تحكم الدير البحري يعني. فيعني ايوه انا كنت حاسه يعني انه حتشبسوت يعني اهي ماشيه ورافعه راسك. الملابس كمان كانت الحقيقه جميله ومناسبه. طبعا انا يعني بشكر طبعا كل طبعا اول حاجه كمان استاذ سعدي وجوهر استاذ عادل عبد الله، كل الناس اللي يعني فعلا شاركوا في هذا العمل وفي هذا الحدث العظيم. وانا من فرحتي بصراحه مش خايفه انسى حد، بس كل حد شارك. وحتى احنا هنشكر لك الجميع ما تقلقيش، احنا هنشكر لك الجميع نيابه عنكي، لانه الحقيقه الجميع يحتاج الشكر على هذا المجهود. المطربه هايدي موسى وانشوده حتشبسوت بنشكرك شكرا جزيلا.